بكلم سيد اخوك تليفونه مقفول على طول. وانت عايزه ايه من سيد؟ هو مش كبرنا في غياب ابوك؟ وانا مش عاجبك ولا ايه؟ ما تتكلمي على طول في ايه؟ المخفي اللي اسمه زناتي طلبني من زبيده. نعم يا اختي؟ ده امتى ده ان شاء الله؟ جه وانت في الحمام وقعد يتودود معاها، يا دوبك قايلتي. استنى انت رايح فين؟ يا اسام استنى، ما تتخانقش مع زناتي، مش عايزين مشاكل مع حد. زناتي في ناموسه زنت ولا انا بتهيألي؟ الله ده اسامه يكونش هو اللي زعق يا اولاد. انت اللي دخلك البيت تتكلم مع الحريم وانت عارف ان البيت ده ليه رجاله. رجاله؟ رجل الاولاني في السجن والتاني يا عيني هربان من السجن، ورجله التالت بقى طروقه وفي المدرسه، يبقى انا عداني العيب ولا ايه يا جدعان؟ ورجله اللي قدامك ده بقى مش عاجبك؟ هو فين ده؟ هو انا شايف حاجه انتوا مش شايفينها ولا ايه يا رجاله؟ لا لو عينيك تعباك بقى يا حبيبي نجيب لك نظاره، حتى تعرفك رجليك الوسخه دي واخداك على فين؟ انت هتنسى نفسك يا روح امك. توعدك يا توعدك يا بس تاني. هو ايه اللي تاني؟ انا قربت لك ولا هي تلاكيك وخلاص يعني؟ وانت عامله ايه؟ شفت يا بنت، اتنين متعرضين لسرقه بالاكراه سوا وفي غربه، خلاص حرام يسالوا على بعض. ماشي كتر خير. ها في حاجه تانيه؟ اه في، وفي ثالثه وفي رابعه وفي خمسه، وما يعرف الشغل انا ما احبش صواني وبسبسه انا يلا على شغل. ونقول الو؟ الو يا سيد الحقني. مالك يا ورده؟ اسامه دخل العمليات، حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي؟ يا جدع اصبر، هتاخد اجازه ازاي يا سيد؟ هو انت اصلا لسه اشتغلت عشان تاخد اجازه؟ ما عنديش وقت ارجي يا اخويا في خطر، ونازل يعني نازل. يا سيد طب لو سليمان سال عليك اقول له ايه؟ يا سيد يا سيد رد عليا، استنى بس يا سيد. طب هبقى اكلمك يا سيد اطمن عليك. الو ايوه يا ورده، انتوا فين؟ ايوه انا على شمالك، تعالى. هو فين؟ لسه طالع ما بقالوش نص ساعه، دخلوا الاوضه اللي هناك دي. استنى عندك، رايح فين؟ هبوس ايديك دقيقه واحده بس، هبص عليه واطلع على طول. هو انت تبقى قريب الحاله اللي جوه دي؟ يبقى اخويا. طب ثانيه واحده، هستاذن لك الدكتور وارجع لك على طول، بس خليك واقف هنا ما تعملش اي مشاكل. حاضر.
شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا مش هنضم فيه. اتفضل البس دول عشان الاوضه معقمه. حاضر. تسلمي لي يا ورده. ايه؟ اوعى تقول انك مش جدع وهتتحمل. انا مسافر وانا عارف اني سايب ورايا راجل. حتى لو كتر عليك انا متاكد انك وقعت واقف. عشان انت راجل يا اسامه. والرجاله ما بترجعش غير اللي خلقها بس. انا جنبك ومستنيك اخوي وابني. لو تسمح تستنى لي برا وانا هطلع لك اشرح لك الحاله. سعيد ازيك يا طارق؟ وحشتني يا سيد. وربنا عيب عليك كده يا سيد، يعني ليه مصر تصغرنا؟ يعني ايه تنزل من سوبر جيت وتركب تاكسي تاني؟ امال انا معايا تاكسي وصاحبك ازاي يعني بس؟ واسامه عامل ايه؟ لسه هعرف. منهم لله الظلمه قلالات الدين. سيد هو قصص هيموت؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا طارق؟ اخوك هيقوم بالسلامه وهيرجع البيت وهيبقى زي الفل. ما تقولش كده تاني. زناتي وقلاديشه ولا حس ولا خبر. كنينه ومحدش يعرف لهم مطرح. خير؟ طمنا يا دكتور. عنده ارتجاج في المخ وعنده كسور، عنده ضلعين مكسورين ودراعه اليمين مكسور. هو هيقعد في العنايه المركزه لبكره بعد الظهر، وبعد كده هنقله في اوضه عاديه. يعني مفيش اي حاجه خطره؟ لا اطمن، احنا كنا بس خايفين من نزيف داخلي لكن مفيش حاجه، والارتجاج اللي عنده حاجه خفيفه. اطمن. الحمد لله. طمنا يا سيد، محتاج ايه؟ شاش قطن مكروكروم انتبيوتك. هو اسامه عنده ايه؟ هي دي اخلاق الفرسان، خطوه عزيزه يا ست. بلا عزيزه بلا تفيده. انا بقول كده برضه. وانتي ايه؟ مالكيش كبير؟ ها؟ تاخدي طارق وتخرجي من البيت من ورايا؟ مالكيش اخت كبيره بتستأذنيها؟ ايه؟ انا جبت طارق يطمن على اخوه. طب هما واخوات، انتي ايه اللي حشرك ما بناتهم؟ اقل حاجه تعملها للراجل اللي كان هيموت وهو بتحشر لها. والله يا حبيبي ما حدش ضربه على ايده وقال له يعمل فيها شهم. غصب عنه بقى تربيتي. يلا يا اختي همي. وانت قاعد معاهم ولا جاي معايا؟ لا انا هقعد مع اخويا. لا معلش يا طروقه، روح انت النهارده اسامه بقى كويس. طب اطلع بوسه. لا قوم هات بوسه وانا بوصلها له يا سيدي. خد بالك من نفسك. حاضر. وصلهم معاك يا سمحه. حرام، عفشه التاكسي انتهت. يلا يا اختي اتفضلوا. يلا يا اخوي يلا يلا. سيد سيد قوم عشان اروحك عشان ترتاح شويه عشان تقدر تكمل. انت جاي من مشوار بعيد. روح انت يا سمحه، لو عرفت بكره بس وانت جاي تجيب معاك سجاير وعصير يبقى تمام. عيب عليك يا سيد، اروح انا ازاي يعني واسيبك في الموقف ده يعني؟ مش اول مره يا سمحه. عندك حق برضه. Thank you.
قول لي بقى، اجيب لك سندوتش كبده؟ طب فرخه مشويه تاكلها لوحدك يا عم؟ مش عايز اكل. طب نص ريش وربع طرب وسلطات هدلعك. اسامه اجيب لك وزن سوان وبينا؟ ايوه يا عم كده اضحك وفكها بقى. بكره ترجع بيتك وتبقى زي الفل. انا مش عايز ارجع البيت ده تاني زي. يعني ايه؟ يعني شوف لي حته تانيه عايش فيها. خدني معاك الغردقه. ايه العبط ده؟ في ايه يا اسامه؟ ارجع الحاره ازاي يا سايب بعد ما اتضربت قدام الناس كلها؟ ورده شافتني وانا بتضرب يا سايب. ابص لها بعيني عين دلوقتي. معاش ولا كان اللي يكسر عينك يا اسامه. هترجع الحاره وبيتك وراسك مرفوع في السماء. الايد اللي تتمد على عيله فرحات ابو دومه تستاهل قطعها. صح يا اس؟ راضي يا اس؟ شكلك مش راضي اخويا وانا عارفه. راضي يا اسامه؟ انت مفيش حاجه بترضيك يا اسامه خالص كده؟ قول انا مره. يا دول انا مره. روح بلغ الدكتور من الصيدله البشريه هنا. ايه باصص لي كتير؟ ايه متضايق من اللي حصل؟ خد بقى السفونير ده عشان كل ما تبص في مرايه تفتكر سايب بشريه. نورت بيتك يا اس. حبيبي يا سايب. الحمد لله على السلامه يا اسام. متحرمش يا ورد. اسمع. الحمد لله على سلامتك يا بطل. الله يسلمك يا سيد. سيد ثواني بس. فيها ورد. انا مش عارفه اقول لك ايه يا سيد. مش مصدق اللي عملته عشاني في الحارة. اسامه هو اللي عمل يا ورد. هو اللي اتضرب علشانك وانا ضربت عشان اسامه. سيد. سيد. ايه بص انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ حتى البنت اللي عيني منها وكنت هموت عشانها مستكتره عليا عايز تاخدها لروحك؟ استغل الفرصه عايز تكسب بنت على قفاها؟ الحمد لله على السلامه يا بص. نورت بيتك.